نشكر الجماهير اللي حضرت بكثافه وهدينا ثلاث نقاط. انتصار جاء طعم اللاعبين اللي بغاو يفوزوا في هذه المباراه، حيت كنا خسرنا مع فريق الفشح الرياضي. الحمد لله حققنا نتيجه ايجابيه، عندنا مباراه مهمه ضد المولوديه الوجديه، كنتمنوا نفوزوا فيها ان شاء الله باش ندخلوا بارتياح في الديربي ان شاء الله.